أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صدق الله